بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل التحايا لكم أعزائنا من فترة يسألونك عن الإنسان والحياة. هذه الفترة التي تأتيكم على الهواء مباشرة، والتي يمكنكم التواصل معها على أرقام الهاتف 01-853-804 ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم نصية على رقم الواتساب 76-64-99-19، ويجيب عليها اليوم سماحة الشيخ زهير قوصان. تحية لكم مولانا، وأهلا وسهلا بكم. صباحكم الله الخير والعافية. طبيعي سماحة الشيخ، اليوم هنبدأ بالسؤال اللي صار معهود، يعني موضوع الهزة اليوم حسب ما عم يقولوا أنه صار على 8 دقيقة في هزة خفيفة شعر فيها سكان بيروت وفلسطين وسوريا. هل بدها صلاة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا بحسب رأي سماحة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، لابد من الصلاة، وتجب الصلاة على كل من علم بحدوثها وإن لم يشعر بها في لحظتها. وإن لم يشعر بها، مدام هو من سكان المنطقة التي تأثرت بالهزة، فلا بد من الصلاة. يعني السؤال المعروف كمان سماحة الشيخ، حجي عم تقول انه انا لحد هلأ لسه ما حسيت ولا بهزة، وعم يقولوا لحويلي انه صار في هزة وانا ما عم بحس فيها ولسه ما صليت ولا صلاة. بدها تصلي بعدد الهزات اللي صارت تقريبا. سماحة الشيخ قديش صار عندنا هلأ هزات؟ اقل من 6-7. صحيح، يعني امبارح امبارح كانوا بحدود 6. يعني امبارح حسب ما سمعت، يعني قبل طلوع الفجر في هزة، وقبل الظهر أيضا في هزة، واليوم هزة، هاي 3، وقبلها في شيء 3-4 كمان. يعني مش أقل من 7 مرات. يعني في الأخت اللي سألتنا عندها 7 صلاة هزة، لا أقل، يعني ما في داعي تنوي القضاء والأداء، صلاة الآيات قربة إلى الله تعالى. الحال لا، عموما مثلا وقت بيصير في هزة بيشعروا فيها أهل البقاع، ما بيشعروا فيها أهل بيروت. يعني بحسب المراكز المختصة، إذا ذكر المركز المختص، يعني نحن في حيث ما شعرنا، ولكن المركز المختص أكد بأن المنطقة تأثرت حتى لو لم نشعر بها، لكن المنطقة تأثرت فعلينا الصلاة. أما إذا قال أهل الاختصاص ومركز الزلازل ورصد الزلازل والهزات، قالوا أن هذه الهزة أثرت على المنطقة الفلانية دون المنطقة الفلانية. صحيح. فالسكان في المنطقة التي لم تتأثر بالهزة لا يجب عليهم يعني الصلاة. مثل اليوم عم يقولوا أنه شعر فيها سكان بيروت، يعني ظاهر ضربت ساحل. طب فسكان جنوب أو سكان البقاع إذا ممكن ما تأثروا، ما في، إذا ما أثرت عليهم بغض النظر عنهم شعروا أو لم يشعروا. مرة يعني المدار هو شعور وعدم شعور المكلف، ومرة لا، نفس الحدث حصل في هذه المنطقة. هل أنا بحس فيه أو لا، هذا شيء ثاني، ولكن حصل في منطقتي وتأثرت منطقتي بهذا الحدث، فيجب علي الصلاة. طيب عم يقول ممكن اختصر صلاة الآيات، تكون الفاتحة مرة آية ثم ركوع ثم آية ثم ركوع بدون تكرار الفاتحة، وبركعة تانية نفس الطريقة، وهي هذه صلاة المختصرة والكيفية المختصرة. نعم يصح ذلك، على أن يكمل سورة كاملة في كل ركعة مع الفاتحة، يعني على مجموع الركوعات الخمس. نعم. أن يكمل سورة كاملة. نعم. مع الفاتحة. نعم، يعني هيدي الصورة الكيفية المختصرة، الكيفية المختصرة والكيفية المطولة هي قبل كل ركوع فاتحة وسورة حتى يتم 5 ركوعات.
ويمكن أن يلفق في ركعة يأتي بفاتحة وسورة قبل الركوع، وفي الركعة الثانية مثلا يأتي بالفاتحة مرة وجزء من آية ثم يكرر بقية الأجزاء على الركوعات الخمس. طيب بيخد اتصال وأعود، تفضلوا. صباح الخير، يعطيكم ألف عافية، والحمد لله رب العالمين على كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. مولانا يعطيك العافية. الله عافيك يا أهل وسهل. مولانا من شوي زميلنا كمان نحن أجا عم بيعبي مي من هون من براد الإدارة، قال أنه حسيته بالهزة، إنه لا، بعد خمس دقايق بتقلي دقلي بنت عمتي هون حد تيرو بتقلي أنه حسينا فقنا عليها. صحيح. والجوامع عم تقدن عم تكبر. صحيح. صحيح. ايه هاي وحدة هلأ منا لا منصليها، نحن عم صلي كل يوم اثنين 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 حتى يصبر. ايه بس مولانا شوف، في حدا بعت رسالة بس عن جد يعني رسالة واحد بيوقف عندها. يعني الواحد شيخ معروف جدا معه مفتاح بالحرم، وهو بيضله بالحرم ومعه مفتاح الحرم، قال بيقول هو انه اجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنام، قال غفيت عينه شوي، اجا ليه بالمنام وقال له انه انتبهوا يوم القيامة قريب جدا صار، وهيدي الرسالة بتوصلوها وبتبعتوها لكذا شخص، واللي ما بيبعتها بيعت لك شغلات ما بتركب بالعقل، واحد هملا ما بعتها مات بحادث سيارة، واحد كل هذا الكلام كذب لا اساس له ولا ولا ينبغي الاعتناء به. بقرا الرسالة طويلة عريضة. بعرف بعرف. هي مش جديدة الرسالة، عم توصل. هي الرسائل والمنامات اللي بشوفوها حملة المفاتيح. المفاتيح ما أنا جديدة، شيء قديم. الله سبحانه وتعالى متجدد. قلت لها لبنت عمتي بعثت لي، قلت لها هيدا شيء مغالي فيه، وهيدا هيدا شيء مش صحيح. أي أثر ولا تلتفت. علم القيامة عند الله فقط لا غير. صحيح صحيح. ما هيك مولانا؟ صحيح. أنا خوفي بعتها لحدا اثنين من قرايبيني، بس بعدين رجعت مع حياتي. ما في داعي نبعتها لحدا ولا في داعي نهتم ولا نعتني فيه. ايه نعم، شكرا يا حبيبي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. الله معك الله معك. إن شاء الله بيضيعوا المفاتيح هول اللي حاملين هالمفاتيح وبيناموا ما يفيقوا حتى ما يكتبوا شيء ولا يقولوا شيء. شيخنا ما أنا بذكر وقت اللي كنت بعدني صغير كان حامل المفاتيح يشوف منامات وهلأ بعده عم يشوف نفس المنامات ونفس المنام، وتبعتوها وإذا ما بعتوها ما أدري شو بصير فيكم، وإذا بعتوها بتربحوا باليانصيب. شيخنا موضوع الشك بعدد ركعات صلاة الآيات شو حكمه؟ طبعا إذا شك بين الأولى والثانية فباعتبار أن هذه الصلاة صلاة ثنائية وليست رباعية، صحيح فيها خمس ركوعات ولكن كل خمس ركوعات هو عبارة عن ركعة واحدة، فهي صلاة من ركعتين. وعندنا نحن ضابطة كلية تقول أن الشك في عدد ركعات الثنائية مبطل للصلاة، فإذا شككت أنه أنا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية تبطل الصلاة. أما لو كان الشك في عدد الركوعات، في عدد الركوعات، يعني أنا أفرض في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية شكيت أنه أنا هلأ بالركوع الأول ولا الركوع الثاني ولا الثاني أو الثالث أو الثالث أو الرابع وما إلى ذلك، فطبعا هنا هو مخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسد للصلاة. فبيبني دائما على الأقل وبيجيب. هو لو شك بأنه أنا هلأ بالأولى ولا بالركعة الأولى أو الثانية تبطل الصلاة كركعة مكونة كركعة من مجموعة. نعم. الركوعات. نعم. أما إذا شك في عدد الركوعات، أنا بالركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية، أنا بالركوع الأول ولا الركوع الثاني، فبيبني على أنه بالركوع الأول وبيكمل وهكذا. عم يقول شيخنا انه يوم انه في حكي انه بموضوع يوم القيامه بيصير في عذاب وبيصير في ريح وبيصير في زلزله وبيصير مدري شو، انه كل هذا ياتي على المؤمن وكان شيئا لم يكن، بحيث انه يبقى المؤمن نائم وبينما الكافر يتعذب ويتلوى ويتشوى بهذا الجو، شو رايكم؟ والله العالم واقع الحال، لا تجي يوم القيامه وتمر منشوف. هلا في مرويات بس الله العالم بحال يعني لا نستطيع أن نجزم بهذه الأمور.
يعني بعالم انه والله بيقولوا هيك وبيقولوا هيك وبيقولوا هيك. هلا في بعض الامور في روايات في روايات غايته هذه الروايات لا نستطيع ان نحملها على نحو الجزم والقطع بان المؤمن لا يتاثر بشكل مطلق. فالله العالم بواقع الامر. يعني حتى يعني ما فينا نقول مثلا انه المؤمن تأتيه رحمة ما مخففة عنه بهذا. هل هو لا شك ان رحمة الله واسعة. نعم. ونسأل الله ان تشملنا. لكن طيب الان عم بيصير هزات وزلازل عم بتمر على المؤمن وغير المؤمن. وعم يتعرض لها المؤمن وغير المؤمن. غايته المؤمن حتى لو حصل له الأمر المخيف والأمر المرعب لما بيكون هو يملك إيمانا قوي وثقة قوية بالله سبحانه وتعالى. نعم. وتسليم لأمر الله ورضا بقضاء الله فهذا الحال يجعله يعيش حالة من السكينة والهدوء. بخلاف غير المؤمن. نعم. يعني هو أنت بتخلي حالك تكون مطمئن وهادئ بإيمانك. هو نفس الإيمان هو الذي يبعث فيك. طيب. مش إنه الحدث يمر عليك سهل وهين. لا. مثل الآن واحد لما بيتعرض لمشاكل وحوادث وكذا مرة ما بيقدر يتحمل وما عنده إيمان يردعه عن اليأس والقنوط فبيوصل لحد الانتحار وبيروح بينتحر. ومرة في إنسان مؤمن بتصير معه أمور أشد وأصعب وألم ويصبر عليها ومع ذلك يصبر ويتحمل ويرضى ويسلم أمره إلى الله. فبتلاقي بتمر عليه كأنه لم يحصل شيء ولم يحدث شيء. حتى لما بتسأله بتقوله شو يا فلان شو وضعك كذا بيقول لك الحمد لله عايشين. مع أنه ممتلئ بالكدورات ممتلئ بالآلام ممتلئ بالأوجاع ممتلئ بالأمراض بالمصائب بالمشاكل ومع ذلك تجده يبتسم. ليش؟ خلص بيقول لك ما دام هذا قدري سلم أمره لله ما دام هذا ما كتب لي الله وما قسم لي الله فأنا راض بقسمة الله تعالى لي شو ما كان. نعم. فبتلاقي بيعيش مرتاح هادئ مطمئن ساكن. نعم. أما غير المؤمن عند أدنى شائكة تشوكه يهتز ويضطرب. نعم. ويتزلزل كيانه. فلعل هذا هو المراد من أن كل هذه الأحداث على شدتها وخطورتها وصعوبتها تمر على الكافر شديدة وتمر على المؤمن سهلة خفيفة. نعم. لجهة أن هذا المؤمن يسلم أمره إلى الله فيطمئن ويسكن ويهدأ. نعم. عم يقول شيخنا أنه هل الأخ يرث أخته وفي أي من الحالات يمكن ذلك؟ كيف؟ الأخ يرث الأخت؟ إيه طبعا في حال عدم وجود أولاد أو أحفاد للمتوفى وليس له أيضا أب أو أم فإرثه يذهب إلى أخوته وهم الطبقة الثانية من الوراث. إذن وقت اللي ما يعني في للأخت الأولى وقت اللي الأخت ما عندها أولاد بيروحوا لها. يعني الطبقة الأولى هي الأم والأب والأولاد وأولاد الأولاد يعني الأحفاد. فإذا ما في حدا من هذه الطبقة لا في أم وأب ولا في أولاد ولا أولاد أولاد لهذا المتوفى رجل كان أو امرأة فيذهب إلى الطبقة الثانية وهي الأخوة والأخوات. ما في فرق ما بين الأخت والأخ يعني؟ لا 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 نفس الشيء. بحال وفاة الزوجة هل يستطيع الورثة أن يطالبوا بالمهر المؤجل وقبض حصصهم من الزوج؟ طبعا لأن المهر إذا كان مؤجلا إلى أقرب الأجلين كما هو المتعارف والمقصود بأقرب الأجلين يعني الطلاق أو الوفاة فأي واحد منهما حصل أولا تستحق المطالبة بالمهر. فلو توفيت هذه المرأة ولم تكن قد أخذت مهرها وكان مؤجلا إلى أقرب الأجلين وتحقق أجل الموت
يحق لأولادها فورثتها يطالبوا بالمهر من الزوج اللي هو الأب إذا كانوا أولادها هن الورثة، إذا كان أمها وأبوها هن الورثة أو إخوتها أو إخوتها مما كان الوريث إلها له حق المطالبة بالمهر، لأن المهر هو مال لها استحقته بالموت، فهذا المال الذي استحقته بالموت ينتقل تلقائيا إلى ورثتها فلهم حق المطالبة به. مع اتصال تفضلوا. صباح الخير يا حاج حسين. صباح النور يا محمد. صباح الخير يا شيخنا. أهلا وسهلا حياكم الله يا شيخنا. هذا بقول اكتب وحط، هذا بقول اكتب حوضي نصابين دجالين، لأنه في واحد من عندنا قريبتنا مش هذا زعلت زوجها مدة بطلعش 10 سنين ما يقربوا على بعضهم، صارت تقول اكتب وحطوا هيك جيت من الأيام ومن هنا وحاك أنا نتبع عليه، إيش هو اللي بدي اتجوزك شو بدك بهالشغل لك يا عم، بس اتجوز طلعت عادت رجعت بحالة طبيعية. الساعة يا شيخنا كل ساعة موجود عن اللي بيؤمن بالله، لأنه آخر نبي وآخر رسول وآخر كتاب، ولكن يمكن تجي اليوم يمكن بعد مليون سنة أن نعم. الله عنده غاية علم الساعة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا لك. عليكم السلام. إذا حصل 4 ارتدادات خلال 24 ساعة هل نصلي 4 مرات أم صلاة واحدة؟ طبعا أكثر الفقهاء ومنهم سماحة السيد فضل الله يقول إذا كانت هذه الهزات المتكررة عبارة عن هزات ارتدادية للهزة الأولى فلا صلاة إلا صلاة واحدة، وأما إذا اعتبر ذلك هزات متعددة منفصلة يعني منفصلة فيجب تكرار الصلاة بعدد الهزات الحاصلة، وطبعا هذا الأمر يقدره أهل الاختصاص والخبرة. نعم. يقول لو افترضنا أن هذه الهزات هي بفعل فاعل وليس بفعل عوامل جيولوجية أو عوامل طبيعية، هل يجب علينا الصلاة أم لا؟ يعني هلا هو لما وجبت الصلاة بالنسبة للهزات والزلازل نعم لم يرد في الدليل إنه إذا كانت بفعل فاعل أو لا. نعم. لكن نعم مثلا الآن عندما يقوم البعض مثلا بإحداث تفجيرات معينة، أفرض الآن لما بيقوموا بتجارب نووية تجارب مثلا نووية أو حفر مناجم مثلا قد يضطروا إلى القيام بتفجير ما تحت الأرض، فهذا قد يؤثر حالة اهتزاز، ولكن هون لا أحد يقول، يعني حتى مراكز الرصد لا يقولون حصل زلزال أو حصل هذا، حتى لو أدى ذلك إلى اهتزاز الأرض وتشققاتها وانهدام بعض الأبنية كما يحدث في الزلازل، ولكن هذه ما بيسجلها مركز الزلازل وبيقول حصل هزة أو حصل زلزال. نعم. فالظاهر أنه لا مسألة ما بيكفي، يعني لابد أن يكون هو فعلا زلزال أو هزة انفجار مثلا مثل ما تفضلتوا، فراح تهز الأبنية كلها والأرض كلها راح تهز بمطرح محدد مش هذا لا يصدق أنه هو هزة أو زلزال، وبالتالي هذه هي الآية التي يصلى لها. نعم. بيقول لو نسيت أن أقرأ التشهد الأول في الصلاة ماذا يتوجب علي أن أفعل، وهل تبطل الصلاة أم لا؟ طبعا إذا كان الإنسان مثلا في صلاة ثلاثية أو رباعية والمفروض أنه بعد في الركعة الثانية بعد السجود يجلس للتشهد، فلو فرضنا سهوا قام ولم يتشهد ودخل في الركعة الثالثة فما لم يبلغ حد الركوع من الركعة الثالثة فإذا التفت إلى سهوه وأنه لم يتشهد يهدم القيام، يجلس يأتي بالتشهد ثم يقوم ويتابع الركعة الثالثة ويكمل صلاته بحسب ما ينبغي. أما لو كان ذلك بعد دخوله في حد الركوع للركعة الثالثة أو بعد تجاوز الركعة الثالثة للركعة الرابعة مثلا كما لو كان بصلاة العصر أو الظهر أو العشاء،
ما التفت أنه ترك التشهد إلا بعد أن صار في الركعة الرابعة. فهم في أي موضع، سواء كان في حالة القيام أو كان في حالة الركوع أو السجود أو في أي مكان، يمضي في صلاته يتشهد ويسلم، ثم بعد ذلك يقضي التشهد يعني ما ويسجد سجدتين. ما بيوقف الصلاة؟ لا لا، ما بيقطع صلاته ولا تعتبر الصلاة باطلة، بل يكمل صلاته ويقضي التشهد بعد ذلك. معي اتصال أيضا، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس بدي أسأل السؤال وبسمعه أنا على الإذاعة. تفضل. بالنسبة للمرأة إذا توفيت، شو حكم شو اسمه البركة اللي بتمرتوها إذا كانت متزوجة، يعني زوجها شو له حكم بهالموضوع؟ يعني شو بيرث الزوج؟ ماذا يرث الزوج؟ أو لا يرث. ماشي. أهلا وسهلا فيك. ماذا يرث الزوج؟ طبعا إذا توفيت المرأة وكانت متزوجة، فإذا لم يكن لها أولاد فللزوج نصف ما تملك، نصف ما تركته، وإذا كان لها أولاد فله الربع مما تركت والباقي لبقية الورثة، أولادها وأمها وأبيها إذا إلى أم وأب. في رمضان معزومي على الفطور عند أختي المتزوجة بمنطقة خارج منطقتي بعيدا تقريبا 30 كيلومتر، وطلعنا قبل المغرب بساعتين تقريبا، لازم أفطر أو بضلني على صيامي وبكون صومي صحيح، وكم المسافة التي تعتبر سفر ولازم أفطر فيها؟ يعني طبعا باعتبار أنه سفرها وانطلاقها في السفر كان قبل الغروب ساعتين، يعني بعد الزوال بعد الظهر، صحيح. فتبقى صائمة ولا شيء عليها. والحد والمسافة الشرعية هي بحدود 22 كيلومتر. كيلومتر ملفقة 22 ملفقة ذهاب و 22 إياب. نعم. 44 ملفقة. إذن باعتبار أنه كان سفرها بعد الظهر فما بيأثر على الصوم، فما بيأثر على الصيام، فقط مسألة الصلاة بدها تصلي قصر، أما الصيام خلص صيامها صحيح ولا شيء عليها. نعم لو خرجت قبل الزوال قبل أذان الظهر نعم يفسد الصوم. المشكلة إذا قبل الظهر يفسد صومها. يفسد الصوم في حال الشعور بالهزة الأرضية مع عدم إمكانية الصلاة للعذر الشرعي، هل تقضي أم ليس عليها صلاة؟ بالنسبة للنساء اللواتي يكن في العذر الشرعي كالحيض أو النفاس فلا شيء عليهم نهائي. لا في الوقت، لأنها لا تصلي، ساقط عنها الصلاة في وقت الحيض أو في وقت النساء، ولا قضاء بعد ذلك، يعني بعد ارتفاع حالة الحيض أو النفاس، لأنه أصلا ليست مكلفة بالصلاة. طيب لو شخص انه ما حس، حكينا هيدا كمان، ما حس بالهزة بس قالوا له بعدين انه صار فيه هزة وتأثرت المنطقة اللي هو فيها، بده يصلي. طيب اذا كانت المرأة حائض كمان نفس كمان الحكم، نفس الشيء. ما عليها الصلاة. ما حكم قراءة التشهد والتسليم في الركعة الاولى من صلاة الآيات؟ إذا تشهد وسلم سهوا في الركعة الأولى ما في مشكلة، كما لو تشهد وسلم في الركعة الأولى من صلاة الصبح مثلا أو صلاة الظهر أو صلاة أي صلاة، فإذا التفت يقطع تشهده وتسليمه بيقوم ويقوم الركعة ويكمل صلاته ثم يسجد سجدتي سهو بعد ذلك. يعني حكمها مثل حكم أي صلاة نفس الشيء. نعم. بخصوص الزواج المؤقت، هل يعمل عمل الزواج الدائم بموضوع التحريم؟ نفس الشيء، لا فرق بين الزواج بين كونه دائما أو منقطعا، ما ينتج ويتسبب به الزواج الدائم من تحريم بعض النساء على الرجل على الزوج وبعض الرجال على المرأة هو عينه بيحصل بزواج المنقطع، ولا فرق في ذلك. يعني هو زواج، هو عقد، طيب هو عقد زواج، زواج عقد زواج له. يؤثر نفس الأثر، غايته هذا مؤقت بمدة محددة وذاك لا وقت له ولا أمد له. عم يقولوا اليوم صار هزتين شيخنا، هل صحيح ولا لا؟
هل صحيح ولا لا ما بعرف، لأنه ما شعرت لا بهزة ولا بهزتين، ولكن أخبرنا بحدوث هزة بحدود الساعة 8، أما في هزة ثانية ما بعرف. يعني ما عندي علم، ما صار عندي علم، ولا أما على نحو التحقيق فعلا حصلت أو لا. يعني أقله أحد الأخوة أخبرني قبل قليل وأنا آتي إلى هنا أن ابنته اتصلت به من الجامعة وقالت شعرنا بالهزة والناس هربوا. هذا القدر المتيقن، الشيء اللي أنا صار عندي علم فيه، أما إذا في هزة ثانية ما بعرف. طيب، هو فعلا حتى وسائل التواصل الاجتماعي حكيت عن هزة واحدة، ما في هزة ثانية أو لا ما بقى ما بنعرف. نعم. لعله. طيب، وما بقى نستبعد يعني. طبعا في الوقت طيب ما بقى عم نستبعد. لو قلنا شيخنا صار على 8 مثلا هزة وعلى 9 هزة، مثل ما قلنا إذا صدق أن الثانية هي ارتداد للأولى فلا صلاة إلا مرة واحدة. أما إذا لا كانت هي هزة مستقلة فبدنا نصلي مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. نعم. حسب والظاهر راح يكتر حسب الظاهر كتر. يعني راح تصير صلاة يومية مش بس 5 فرائض. نعم. راح تصير 6-7-8 فرائض يعني الصلاة اليومية. طيب، هذا التذمر سمحت الشيخ، التذمر من قبل الناس، في كتير ناس عم تقول انه اوف كتر يعني وشغلة يعني وصلاة وكل يوم اول شيء ما في داعي للتذمر. اول شيء هذه الصلاة نعم. يعني أو فيها رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ارتباط بالله عز وجل. ثم أنه الشريعة كانت مراعي حال الإنسان. نعم. فيك تصلي الصلاة المطولة، فيك تصلي الصلاة المخففة، اللي دقيقة دقيقتين بتخلص منها. صحيح. فما في حاجة للتذمر يعني. هلأ المهم الله يسلمنا خلينا نصلي. صحيح، المهم السلام. يعني نحن عم نتذمر من شو يعني؟ هلا الحمد لله اللي الله عم يتلطف فينا، عم تجي هزات خفيفة بالكاد عم نشعر فيها. يعني لا سمح الله لو عم يصير في يعني عم يصير في دمار ساعتها كان الواحد خليهم يلجأ إلى الله عز وجل بكل خليهم يتذمروا عندها. بيقول شيخنا زوجتي تكفر الدين والرب والعياذ بالله، نبهتها كثيرا ولم تنتهي، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك هي آثمة ومذنبة. طبعا ما لم يلزم من ذلك إنكار مقام الربوبية وما إلى ذلك يعني. نعم. لأنه هي تصبح مرتدة. أما إذا لا هي من باب هي تعتبر أن الله ربها وأن بس هي والعياذ بالله بيطلع خلقها بصيرت فهي مأثومة. هلا بالنسبة لحكم الزواج، إذا كان سؤاله ما حكم الزواج، لا يؤثر على حكم الزواج. غايته أنه أنت إذا كل هالقد متضايق من لسانها السليط وكذا فأمرها بيدك. فإذا ما عم تقدر تردعها ولا عم ترتدع هي مهما تكلمت معها، وانت ما قادر تتحمل هذا الجو وتعيش بهيك جو، فأمرها بيدك، طلقها. يعني ما في بالنهاية لا ما في حرمة ارتدادات على الزواج فقط أو شيء. إذا قلنا بأنها بهذا الأمر هي يصل إلى حد إنكار وجود الله سبحانه وتعالى أو وجود النبوة أو ما شابه ذلك، فحينئذ طبعا تصبح مرتدة وتخرج من الإسلام، وبالتالي يعني نعوذ بالله. ويعني سب الله عز وجل دليل عندها أن الله موجود وتؤمن بالله سبحانه. غايته والعياذ بالله آثمة وعاصية ومرتكبة لكبيرة من الكبائر. طبعا لها أحكام يعني في ظل الدولة وقيام الحكومة الشرعية الإسلامية التي تقيم الحدود وكذا، على رأي بعض الفقهاء في حد لهذا الإنسان الذي يصدر منه سب الذات الإلهية أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن باعتبار اليوم نحن لا نعيش في ظل دولة تطبق الحدود والأحكام الشرعية، فهذه الأحكام متوقفة. عائلة عندهم أيتام لكن وضعهم مرتاح المادي، هل يجوز لي مساعدتهم أم لا؟
يعني مرة بنقدم لهم هدية باعتبار أنهم أيتام من باب الناحية العاطفية والتلطف بهؤلاء الأيتام وما شابه ذلك فلا بأس، لكن إذا كان المقصود من تقديم المساعدة هو أن نعطيهم حقوق شرعية، فما دام لا يصدق عنهم أنهم فقراء ولا يصدق عليهم أنهم فقراء حتى لو كانوا أيتام فلا يعطوا من الحق الشرعي، لأن الحقوق الشرعية واضح موردها ومصرفهم الفقراء المحتاجون. فهذول إذا ما هم فقراء صحيح أيتام ولكن أبوهم توفي وترك لهم ما يكفيهم وما يقضي حوائجهم فلا يعطون. نعم مثلا أنت بمناسبة من المناسبات كذا حبيت باعتبار هذا الطفل فقد عطف الأب وحنان الأب ورعاية الأب أنت حبيت تقدم له هدية مش بعنوان حق شرعي فهذا لا بأس به، وهذا أمر جيد إدخال الفرح على قلوب هؤلاء الأطفال الذين فقدوا أباهم أو فقدوا أمهم مثلا. نعم إيه هذا ما في مشكل حتى لو ما كانوا فقراء، بس العنوان الحق الشرعي لا ما بيجوز إلا إذا كان يصدق عليهم الفقر والحاجة. السؤال الأول شيخنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، الفرق ما بين الكسب والاكتساب شو هو؟ يعني لها ما كسبت هو ما حصلت فهذا لها، وعليها ما اكتسبت يعني ما اقترفت وما جنت فهو عليها يحسب عليها. طيب عند أهل السنة هناك قاعدة تقول لا وصية لوارث، والهدف منها هو عدم زرع العداء بين الورثة وخاصة الإخوة، ما تعليق سماحتكم؟ يعني هذا الخبر لم يثبت عندنا، بل ثبت عندنا عكسه، أنه يمكن للإنسان أن يوصي حتى للورثة، غايته إذا أوصى لوارثة لأحد الورثة مثلا بوصية فتنفذ الوصية بمقدار الثلث ولا يزيد على ذلك، فإذا كان الموصى به أزيد من مقدار ثلث التركة تنفذ الوصية بمقدار الثلث، وما زاد عن الثلث أمره إلى بقية الورثة، فإن أجازوا نفذت وإن لم يجيزوا وقفنا على مقدار الثلث، ويشارك هذا الموصى له بقية الورثة فيما زاد عن الثلث الموصى به. يعني هذا الثلث هو للمتوفى، إذا لم يوصي به ذهب إلى لعموم الورثة، وإذا أوصى به فهو لخصوص الموصى له سواء كان من جملة الورثة أو أجنبي عنه. نعم. بالنسبة لسؤالي أيضا في شخص آخر بيقول أنه أنا حضرت مجلس عزاء وقالوا أنه الإمام الكاظم بذكرى وفاة الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال قارئ المجلس أنه لفوا بحصيري وقعدوا علي وشي من هالقبيلة، ده أنه شو تعليقكم؟ تعليقنا العهد على قائلها، على قائل هذه الرواية، روحوا اسألوه من وين جاب، شو مصدره. صحيح، لذلك ما طرحنا له السؤال يعني يومها، عم تقول انه عيب علينا انه ليش ما طرحنا، لانه مش مورد سؤال يعني. لا هو مورد سؤال، هو مورد سؤال وتساؤل، انه هذه القصص التي يأتي بها قراء العزاء احيانا قد لا نستطيع ان نستوعبها وان نتقبلها، فأقول صحيح، لأنهم كثير ما يأتون بأشياء مثار دهشة واستغراب واستهجان وتساؤل، فأنا أقول تعلموا، أقول للجميع تعلموا أن لا تستمعوا فقط بل تعلموا أن تعلقوا على ما تسمعوه وتسألوا عما تسمعوه من نفس القائل، اسألوه. أنا عندما أقول كلام معين سواء كنت خطيب في مجلس عزاء أو كنت محاضر أو كنت في أي مجال وأنت سمعت مني كلام ما قدرت تستوعبه
بغض النظر عن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، معقول أو غير معقول، أنت على الأقل ما قدرت تفهم شو المقصود من كلامي، ما استوعبت كلامي، استهجنت واستغربت من كلامي، فلا يمنع أن تستوقفني بعد ذلك. جنابك تفضلت وقلت واحد اثنين ثلاثة، تفضل اشرح لنا شو دليلك، من وين جبت هذا الحكي، هذا كلام غير منطقي، هذا كلام غير معقول، يمكن اللي انت شايفه غير منطقي اقدر برهن لك وثبت لك انه لا منطقي، بس في خلل ما عند السامع خلاه يعتبره غير منطقي، فأنا وضحت له. فما نخلي وما نعود المتكلم أن يلقي الكلام كيف كان لأنه مطمئن أن لا مراجعة، فبالتالي ما بيعود يدقق فيما يأتي وفيما يلقي وفيما يقول. أما لما بيتعود هذا المتكلم أنه في ناس عم يتربصوا له وعم يستنوه ليسألوه وليناقشوه وليستجوبوه، ما بيعود يتجرأ يجيب كلام كيف ما كان، صير يحاول يروح يدور على الكلام الذي يستطيع أن يبرره إذا نطق به وإذا سئل عنه. أما اليوم نحن بيطلع الخطيب وبيطلع المتكلم وبيطلع الآن مثلي أنا، هلأ أنا مشارك بهذا البرنامج، بينطرح علي سؤال بجاوب لأني مأمن ما حدا رح يدقق على كلامي ولا حدا رح يراجعني، فأي كلام بيطلع على لساني بزدته. لا بالمناسبة شيخنا نحن في ناس كتير بينتقدونا. لا 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 عم قول لما بيتعود المتكلم على هذا الجو صحيح ما بيعود يهمه غلط ما غلط. هلا أنا فرضا قلت كلام التفت إني غلطت، فأنا لأني بعرف في مين رح يجي يسألني ويحاسبني ويراجعني أرجع أتأكد من بروح أنا بتأكد وبراجع نفسي وبرجع بصحح الخطأ قبل ما حدا يراجعني. نعم. أما لما بأمن أنه لا حدا عم بيراجع ولا حدا رح يسأل ولا رح حدا يناقش ولا حدا رح يستجيب مرقها. شو ما مرق غلط خالص، هلأ ما مرقت مين رح يسألك، مين رح يحاسبك، مين رح، لا تعودوا تحاسبوا، تعودوا تسألوا، ما تستحوا. نعم. بيقول زوج أختي كتير بيكفر نعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل تبقى أختي معه أم لا؟ بعد اتصال سمحت الشيخ تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أنا عندي سؤال، ولكن قبل السؤال سمعت تعليقكم شيخنا على هذا القارئ، لكن ما عرفت ماذا قال القارئ، يعني ساتني أن أسمع. ماشي هذا السؤال أسمع، يعني أريد أسمع منكم مرة ثانية ماذا قال حتى إن شاء الله بعد سؤال خير إن شاء الله الشيخ. ماشي. السؤال الثاني في القرآن الكريم، أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. وفي آية أخرى يقول أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم ويعفو عن كثير، فبما اكتسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أو مرة مثلا ما أصاب من سيئة فمن عندك، ومن أصاب من حسنة فمن الله إلى آخر. فنريد أن التوفيق بين الآيتين، لابد أن هناك وجهة نظر. نعم نعم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بأمان. شو رأيكم؟ شو تعليقكم شيخ نعم؟ بالنسبة إلى ما التعليق الذي علقناه على السؤال، لا تعليقكم على التوفيق ما بين الآيات المباركة إن شاء الله بعدين نطرح ماشي. السؤال. الآيات مباركة، الآية الأولى ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم في كل ما يجري على الإنسان وما سيحدث لهذا الإنسان مدة حياته، وهذا كله مثبت وقائم ومحقق. بغض النظر عن كيف يحصل ومتى يحصل وبسبب ماذا يحصل، أما الآيات الأخرى التي ذكرت أنه كل شيء يحصل للإنسان بسبب ما اكتسبته يداه، هذا طبيعي، لا سيما بمر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولكن هذا الذي كسبت أيدي الناس هو
بعلم الله عز وجل. طبعا كله يعلم أن يعلم الله أن هذا الإنسان سيرتكب خطأ ما يؤدي إلى حدث ما. يعني حتى القانون سماحة الشيخ هو بيد الله عز وجل. بيد الله لأن الله وضع هذه القوانين. نعم. والله يعلم أنك أنت ستخرق قانون من القوانين فيقع عليك حدث معين يصيبك ببلاء وبشر وفساد، فهذا أنت الذي أتيت به لنفسك لأنك خالفت القانون. يعني اليوم لما أنا نجينا قانون السير، قانون السير أنه بقانون السير في شيء معروف أنه أنت لما بتتجاوز من دون سرعة يا خي ما تحدد بده يصير حادث وبيصير حادث. مش يقول لك هذا أنت جبته لحالك، نحن قلنا لك إذا تجاوزت السرعة إذا تجاوزت الشارة الحمراء بده يصير معك حادث تيب. وأنت تجاوزت الشارة الحمراء أنت جبتها لنفسك مش نحن فرضناها عليك. بس هو بعلم انتم بتعرفوا نعم. اذا نحن بنعرف يعني نحن قلنا لك تجاوز، نحن بنعرف انك انت اذا اقدمت على المخالفه سيقع كذا وكذا وقد وقعت، فانت اللي جبته لنفسك. نعم. هلا مساله السيئه فمن انفسهم والحسنه فمن الله، وهذا واضح انه الله لا يامر بالسيئه وانما امر بالحسنه. صحيح الله هو اللي أمكنك هو اللي قدرك هو اللي قيد عليك السيئات أنك تقدر تعملها، بس هو أنت اللي اخترت أنك تعمل السيئة والله نهاك عن فعل السيئة. نعم. لكن وأمرك بفعل الحسنة، كلاهما من فعلك وخاضعان لأمر الله وقدرته وتنظيم الله وتقنينه، لكنه في الآن نفسه قال لك لا تقدم على السيئة وأقدم على الحسنة، أنت خالفت وأقدمت على السيئة فالسيئة من نفسك والحسنة من الله سبحانه نعم. وتعالى. نعم. كمان مع اتصال تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا هلأ عرفت أنه صار هجي الساعة 3 تقريبا وشي والساعة 8 3 يا حجي 3 الصبح يعني؟ إيه ما بعد ساعة 8 يعني ما بنعرف نحن اللي سمعنا فيه واللي بنعرفه أنه سمعنا في هزة 8 أما 3 يمكن ما بعرف يعني بصلي بس صلاة وحدة. إذا تيقنتي أنه الساعة 3 صار وعلمتي يعني من مصدر موثوق ومن يعني بدك تصلي صلاتين، إذا لا مجرد احتمال بكفي صلاة واحدة. شكرا مولانا. أهلا وسهلا فيك. بدي أقول لخينا الحاج أنه السؤال هي عم تقول أنه سمعت قارئ العزاء عم يقول أنه توفي الإمام سلام الله تعالى عليه ولفوا بحصيري وقعدوا عليه، أنه هي استغربت هذا أنه لفوا بحصيري، هو ممكن يلفوا بحصيري لما يقعدوا عليه بس يقعدوا عليه أنه مش معروف معناها لذلك احنا علقنا أنه تعودوا تسألوا من ينقل كلام اسألوه هذا كلامك من وين جبته شو نعم. مصدرك شو تبريرك. نعم. بالنسبة ل زوج أخته اللي بيكفر كتير هل تبقى أخته معه ولا لا؟ نفس الجواب اللي أجبنا فيه عن السؤال الآخر أنه رجل زوجته تسب كثيرا، قلنا إذا كان هذا السب لا يستلزم إنكار وجود الله والإيمان بالله والإيمان بالنبوة فلا يوجب الخروج عن الدين وإن كان فيه إثم كبير، فذلك تبقى على زوجيتها ما بيأثر. أما نعم إذا لزم من ذلك إنكارها أو إنكاره إنكار الساب يعني نعم. الذي يسب إذا لزم من سبه إنكار الألوهية والربوبية والتوحيد أو النبوة فطبعا هذا يخرج من الدين وبالتالي يؤثر على الزواج. بيقول أب كتب لابنه قطعة أرض، مات الابن وعنده 3 بنات والآن الأب يريد أن يبيع الأرض حتى يعيش منها لأنه لم يعد عنده شيء يعيش منه وهو رجل مسن وعاجز، هل يجوز ذلك أم لا؟ إذا كان كتابة الأرض بمعنى الوصية بها بعد موته لولده والمفروض أن الولد مات الموصى له، نعم، فالأرض باقية على ملك الأب وبالتالي له حق أن يبيعها ويتصرف بها كيفما يشاء،
أما إذا كان مقصود من كتبها أي ملكها للولد واستلمها الولد ثم مات، فليس من حق الأب أن يتصرف بها إلا بمقدار ما يرثه منها، لأنها أصبحت ملك لولده. هي يرث الأب منها، يرث جزءا منها كأي وارث، فليس له أن يتصرف بتمام الأرض، وإنما يستطيع أن يتصرف بمقدار ما يرث، وبقية الأرض لابد من مراجعة بقية الورثة. هذا إذا كانت الكتابة بمعنى التمليك حال الحياة، ووهبه إياها حال حياته واستلمها الولد. أما إذا كانت الكتابة بمعنى الإيصاء بالأرض بعد الموت، فبما أن الولد مات قبل أبيه فالوصية هنا تنتهي، ويمكن للأب أن يتصرف بالأرض ولا شيء عليه. لماذا لا يوجد رقم حساب خاص لإرسال الخمس في كل مرة نضطر للمرور عبر أشخاص لا نعرفهم وهو محل شك؟ عندكم جواب على هذا الشيء؟ هي مسألة تنظيمية، فيمكن لبعض الوكلاء أو بعض المراجع أو بعض الجهات التي تستلم حقوق شرعية يمكن أن تخصص رقم حساب، وبالتالي يوضع هذا المال بحسابهم. يعني نحيل هذا السؤال إلى مكتب سماحة السيد، يعني المفروض هو يعني المفروض هذا مسألة تنظيمية. يعني بعضهم قد يشكي عليك إنه إيه هلا الآن مثل أزمة المصارف اليوم، نحن إذا عم نجي نروح نودع بحساب المرجع الفلاني أو بحساب الوكيل الفلاني، فوين بده يروح هذا المال؟ ويمكن يضيع بالبنوك، ويمكن يضيع بالمصارف، ويمكن 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 إلى آخره. فيعني المشكلة لا تنتهي، المهم أنه الإنسان يؤدي الحق الشرعي إلى جهة يأمن أنها وصلت أفضل تتصرف به بما حسين. ينبغي أن يتصرف هلا سواء كان عبر رقم حساب أو مباشرة عبر بعض الوسطاء. هو رقم الحساب مش آمن كتير اليوم، صار رقم الحساب هو نفس الشيء مثل الوسيط، يعني مرة بتعطيني إياهم إلي لأوصلهم للجهة ومرة بتحطهم بحساب من شان تجي الجهة تأخذهم من الحساب، نفس الشيء. طيب. فمن بيقول إنه هاي البنوك مؤتمنة؟ ما هيدا اللي عم نقول، خصوصي بظرف لبنان اليوم عم يقولوا صار هستاين، صح أم لا؟ بقى بنرجع بنجاوب نفس الشيء مثل ما سمعتوا سمعنا. طيب، أحدهم قال لي إن صلاة الهزة لا يمكن أن نصليها قضاء مثلا تاني يوم، شو ما في مشكل متى ما شاء يصليها، إنه ما مننوي قضاء، مننوي أداء يعني، بس بدنا نصليها مش هيك؟ بس لابد من الصلاة. طيب بموضوع الشك بالهستين شيخنا شو بنعمل؟ يعني انه قالوا اذا شككنا ولم يحصل لنا العلم، الاصل العدم هلا اذا علمنا بحدوث هزة ولكن شكينا واحدة ولا اثنين، فبنقتصر على القدر المتيقن وهو واحدة مثلا ونكتفي بصلاة واحدة. نعم. هلا الواحد عليه كتير يمرق له صلاة ثانية كمان معه، ما في مشكلة، ولكن مش واجب. يعني إذا ما تيقنا من حدوث هزتين أو آيتين مش واجب نصلي مرتين، نكتصر على القدر الأقل وهو واحد. عم يقول بالنسبة للأرض شيخنا، هو كتبها ولكن الأرض ما تزال باسم الجد، يعني الأب ما إلى علاقة. يعني مرة نحن بنتحدث، يعني اليوم أنا بيجي بوهب أو بعطي شيء لإنسان، نعم، وبملكه إياه فعلا، لكن بالدوائر القانونية ما ثبتت هذا الأمر. هذا ما بيعني أنه باقي على ملكي وبحق اللي أتصرف فيه. فهو خلص، أنا لما بيجي بعطيك هالكأس بيقول لك هذا إلك، بس ما رحت أنا على الدوائر الرسمية وسجلت لك صق بأنه هذا ملكك، بس أنا واقعا ملكتك. فإذا حصل التمليك بالفعل من قبل الأب للابن حتى لو لم يسجل في الدوائر العقارية، استلم يعني لازم يكون استلم. طبعا الهبة لابد أن يستلمها. نعم. فإذا حصل حتى لو لم يسجل بالدوائر العقارية لسبب أو لآخر، فخلص بعد خرج عن ملك الأب وصار ملكا للابن، فما بيعود يحق له الأب يتصرف فيه. نعم، بعد وفاة الابن صار يصبح الأب وارث كبقية الورثة. يعني باعتبار انه اذا ما فيش غيره من الاولاد، اذا ما في غيره طبعا في هو بيرث عنده اولاد الارض كلها، عنده اولاد هو كمان اولاد وزوجي يعني.
لا، أولاد المتوفى. أولاد المتوفى بيورثوا. آه. إذا بده يورث الأب وأولاد المتوفى كمان. يعني الجد وزوجة صحيح. الابن والأحفاد. نعم. بيورثوها للأرض. أما لو فرضنا أنه هذا الابن الذي توفي ليس له زوجة ولا أولاد. ترجع كلها. ما في له إلى أب. وكان كتب له ملكوا هذه قطعة الأرض، فبالموت يرثه الأب، وحيث لا وارث إلا هو فترجع كل الأرض إليه كلها. هذا هو كل، وبالتالي يحق له أن يتصرف بها كما يشاء. مشكورين سماحة الشيخ قوسان بنهاية لقائنا. شكرا لكم أعزائنا، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.